مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة. كيتواجد معنا هذا الصباح هذا السيد الخمسيني اللي عنده مجموعة من المشاكل اللي كيعيشها على حساب الكلام ديالو مع الزوجة ديالو، عاشها مع زوجته وعاشها مع خوته على الورث، والآن كيعيش وحيد في واحد العشة في واحد البراكة. هو من جماعة سيس بإقليم الجديدة. حنا غنعطيوه باش يتكلم لينا ويتحدث لينا على هذه القصة، على المأساة، على المعاناة اللي كيعيشها، وهو الآن ما كيشوفش، يعني تا البصر، يعني فاقد للبصر، ما كيشوف شيء بالعوينات ديالو. فغنعطيوكم غيحكي لنا قصته، غيحكي لنا معاناته، غيحكي لنا مشاكله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم عن المشاكل ديالك، يعني من البدايه كيفاش عشت الالام، عشت المشاكل، عشت. انا غادي نعاود لكم هذه القصه ديالي من نهار فاش جت من كرش الوالده ديالي الله يرحمها. ولدتني الوالده سنه 1966 نهار 15 رمضان، الشهر ديال الصبر، وقسمته على جوج، وانا مازلت صابر. من بعد واحد السنة 67 مرضت الوالدة، صبت بالمرض، مرضت واحد المرضى، بقاو كيجري بيا الوالدة والوالد الله يرحمهم، حتى غادي يهزوني يديوني للخياطة. الخياطة علاش جاب الله الشفاء، وعشت بحالي بحال باقي الأطفال. ديك ستة سنين ونص دخلت للمدرسة، 1973 دخلت للمدرسة، وقيت دخلت للمدرسة تحضيري، جا واحد الفرملي كيقلع علينا الدم من الصباع ديالنا، كيدير داك الدم ديالنا في جاجة، كيدير عليها جاجة أخرى، كيقيد السمية ويحطم لعندو، قلع علينا الدم. ويشوف داك الدم ديالي ويقول الأستاذ ديالي، قال لي شوف أستاذ، هذا الدري نهار غادي يوصل 40 سنة غادي يمشي لي الشوف. وبالفعل داكشي اللي وقع. اه 40 سنة فقدت البصر. غادي نبقى نبدا نفقد البصر تدريجيا. بالفعل انا من مواليد 1966 كما قلت، صرت كنقرا، قريت تحضيري الثاني، طلعت للثالث، كان عندنا واحد الاستاذ الله يرحمه، كان صعيب كيعطي العصا مزيان، كيقري وكيضربنا، يعني ملي كنمشي عند الدار كنقول لهم راه كيضربنا السي بشعيب كذا كذا كذا، كيقول راه كيضربك على صلاحك، ما كاينش اللي يمشي معايا لعندو ويقول لي لا ما تضربش. اضطريت باش نرجع للتاني، رجعت للتاني، والد خاصم عليا قال لي لا ما خصكش ترجع للتاني. انا رجعت للتاني، كان ولا جا الوالد ديالي مع عند الاستاذ، قال لي علاش رديتي للتاني؟ قال لي راه مزيان نرجع للتاني باش تطلع على اساس. وبالفعل دزت التاني ثاني دوز فيه عام، وكان كيكون فيه تختصر باش لا باش نستمعوا للمشاكل ديالك مع الزوجه ديالك ومع الاخوان ديالك. غادي نمشي تدريجيا، علاش كنقول لك راه كاين اسرار. تفضل تقول لي في قلبك. حنا اليوم كنستمعوا لك باش تفرغ اللي في قلبك تقولوا لنا. ديك السنين اللي نقول لك سبعة سنين كان كيكون فيا جوع كثير، ولو ما نتعشى حتى لربعة الصباح في الصباح فيا الجوع. الوالد كان شايفور، واحد كنا كان ما نكون نجلسو الجمعة والسبت السبعينيات حتى الأوائل الثمانينات، كنقول نجلسو الجمعة والسبت. هذيك الجمعة فقنا فقت الوالدة حلبت شي بقرات فيقتنا باش نمشي نخرج البهيم مع خوتي.
انا وقت دارني الجوع مشيت للطبق قلبت القصريه على الخبز غادي نلقى السردين، والسردين عموني ما شفتو غير في القراءات. بان لي السردين الخضر، هزيت حوته كليتها خضراء بمصارنها بعظامها براسها بالقشره ديالها، ما كاين لا دم لا قشره ما وحل ليا لا عظم لا والو. خرجت برا قالت لي الوالده اش درتي؟ مالك خرجت؟ دير شي حاجه. قلت لها ما درت والو الوالده. خرجنا دوك الفين ديناهم سرحناهم، الوالده شدت داك الحوت سلقاتو غا في الماء والملح. بقيت سلقات صافي من جنة البهايم، بغيت ناكل داك الحوت ما تليش حملتو. ما عليناش، داز شي يامات وليت ناكل حوايجي، ناكل جلابه، ناكل تريكو، ناكل سليب، ناكل حتى ولات الوالده كتعطيني العصا مزيان على باكله الحوايج. حتى ولات بحال هاد الوقت في الليالي كتصيفطني في السليب نص كم والقريسين، قالت لي يلاه كول وبقى عريان. قلت لها لبستي حوايجك كتاكل؟ اه كناكل جلابه، ناكل تريكو، ناكل فيستا، ناكل جاكيطه سروال. ملي ولات حيت لي الحوايج تمشي ناكل داك الخبز، ملي ما ناكل الخبز كيف يولي فيا جوع نلقى شرويطه كناكلها. ما عليناش ديما كتضربني حتى غادي نزور سيدي مسعود بن حسين. تا دارت واحد الشوافه، جات واحد الشوافه للضوا، قالت لي هاد الدري حاجته في سيدي مسعود. بالفعل مشينا لسيدي مسعود، جاتني الوالده سيدي مسعود بن حسين غادي يحطنا الطاكسي مع المغرب نهار السبت. تمينا غاديين داخلين كيبانوا لي الناس هربت، كاين انا والوالده ومرت عم الوالد وولد عم الوالد ماتوا الله يرحمهم عليهم رحمه الله. هربت ولا ولد عم الوالد تابعني، خرج واحد الحفيد من السيد عيط ولد عم الوالد قال لي شريف شريف هذا الدري هرب لينا، هضر معايا شريف رجعت. قال لي رجع عند خو، رجعت هو ولد عم الوالد ماشي خويا. رجعت دخلنا للدار حزرنا، خرجنا برا الحصن ديال الضريح نعسنا فيه تعشينا نعسنا مع الصباح. عاود دخلنا زرنا نهار الحد غنخرجوا، خرجنا غنهودوا للخلوه اللي كاينه وسط الضريح وسط الحصن ديال الضريح. هودت مرت عمي الوليد كانت مريضه، ملي جيت انا بغيت نرقب كيبان لي الكلب وراء الظهر ديال مرت عمي الوالد في الخلوه لتحت. تميت غادي هربان عيط لي ثاني الحفيد قال لي ارجع زيد هود هود مع السلوم. هودت مع السلوم بقيت شاد السلوم قال لي سير جلس. ملي هودت بغيت نجلس ما تشدليش لقيت الكلب سلوقي. الوقيت اللي هودت قال لي جلس جلس حدا مرت عمي الوالد هو خطا في السلو بحال الا شدني شي انسان وسلخني من عند رجليا لراسي بحال الدجل. ملي طلع السلوم واحد الخافيه عامره بالما تفرقت على جوج على مقصوبه بالموس ولا كيعيط وازيدو الخلوه فايدت. جاو الناس كيزورو عندو جمع ديك البركه ويطلعنا طلعنا صافي. عاود درنا تمايا في السوق، خرجنا من الضريح مشينا للسوق درنا هولنا زدنا في حالات. داز شي يامات عفا الله من ديك ما كلت الشراوي ما كلت الحوايج. ما عليناش، سالت كنقرا يالله 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 76 77 78 79 قريت الخامس في هذيك المدرسة. حنا ستة الدراري العصا، وخصوصا نهار الخميس كان عندنا داك تكست نهار الخميس كونجيغيزون وغرامير وكابيلير مع الصباح الفرنسية العشية العربية تطبيقات الشكل العصا ثاني تحويل إعراب شرح. أي المشاكل ديالك مين طالقت؟ المشاكل الحقيقية الحقيقية من الزيادة. دابا انت عندك مشاكل كما قلتي مع الزوجه ديالك مع خوتك. الزوجه هاني جايك الهضره 1980 هذاك العام من 79 ما نجحناش في الخامس غنتحولوا زوجي اسماعيل. الخامس راه في المركزيه ديال سيدي اسماعيل
واحد الليله غادي كتفيقني الوالده بكري جوج ونص ثلاثه كنمشي، كاين ما تفيق ديال الوالده عيانه مع البهايم ومع كل شيء، كتنعس بكري تفيقني مع 11 كنمشي نقبض الطريق. واحد الليله غادي غطي عليا نجمه من السماء، انا غادي كان عندنا دوك ثلاثه الصوار طاحت عليك هاد النجمه في الطريق، جات في الجسم ديالك ولا حداك؟ لا حدايا، مترو قدامي ولا متر ونص، انا غادي حضرتك كنا كنحافظوا دوك ثلاثه الصوار الرحمن والواقعه والحديد، هذو كنا ديما كنت مغالي في الطريق كنحفظ، كنراجع كنحفظ. ويتم لي ديك النجمه من السماء كيبان لي الضو، كنسمع الغوت جاي من السماء غط، زيت عيني كتبان لي نجمه واحد 20 متر 30 متر جايه، الدنيا كلها مضويه. طاحت ديك النجمه واحد المتر ونص، مشيت نجري ليها، انا تخلعت، شدني واحد الفزع شديد، خوف شديد، مشيت نجري ليها طفات، غنتك عليها طفات ديك النجمه في الارض، ما لقيت والو ما لقيت والو، يعني ما كاين حتى حاجه في البلاصه، لا حفره لا حتى شي حاجه، لا والو، النجمه اللي طاحت. شدني ذاك الفزع، دازت واحد السيمانه ولا شنو هي، غدا تشتت الكرش ديالي من البوط الى الخوا الكرش تحت الضلوع، من تحت الضلوع للولسيس البوط هاد الخوا البطن، كلشي تشتت، حتى ولات واحد الاستاذة كتجي حدايا ولا كيدوز منها الماء خانز، ولا تقول لي الاستاذة الماء خانز كتغسلش، لا كتغسل، وما بغيتش نقول لها راني مريض. اللي بغيت تقول لها راني مريض، واحد النهار جيت عند الوالده قلت لها الوالده رانا مريض، قلت لها اش بيك؟ وريتها كرش، قلت لها سيري عند المدير صيفطك للسبيطار. خرجت برا ما فكرت تاعيت وانا نرجع، دخلت غادي نهز الملح، دخلت على ديك الملح حكيت على داك البلاصه اللي نايضه كامله دايزه بالماء، دازت واحد السيام بحال صرختي القنفود، كلشي مشى داكشي هو يبرا ما عليناش. جا الامتحان نجحنا، 81 غنطلع البروميراني الاولى اعدادي، الولاد فرج اعدادية الامير سيدي محمد، طلعنا سنا صرت كنقرا، كاري ليا الوالي واحد النهار وانا نخرج غادي الكوليج، غنتلاقى بواحد السيد هندام ديال فقيه ومع واحد المحضار ذري صغير كاتب لوحة، قال لي شي بركة، قلت لي الله يسهل، صافي مشى في حالو، زدت أنا في حالي مشيت للكوليج، صافي ملي عندنا نطلعو تما للقبة كنلقاو دوك الحلاقي دوك البهالة كيجذبو. زرنا دخلت زرنا الضريح، صافي ما تليت كابتيت والو في القراية، صافي بحال البوهالي غادي، نوبة ندخل نوبة نخرج نوبة ندخل نوبة منك ما ندخلش للكوليج. أنا مهم أسيدي هذاك العام ما غاديش ننجح، 81 غادي نعاود البروميراني في 82، واحد النوبة تقلع هي الفلوس، غندوز من ولاد فرج للدار على رجل، دس على رجل غادي نشرب شي ماء بارد، زاد تاني غادي نلقى واحد كيسقي من الواد الحار كيورد شي غلم، قلت لي بغيت نشرب، شربت من الواد الحار، غادي شتني شي وجع في مصارني. ني داك الوجع داتني الوالده لعند الوالد الخميس زمامره، دوزت دوز لعند واحد الدكتور قال لي اودي راه عندو ميكرو في مسار، خارج لي شي دواء ورا داك الدواء، انا مبطل ما يزيد على 15 يوم، ديت ديك الوصفه ديال الطبيب عطيت الحارس العام دوزني دخلت. حاول تختصر باش ندخلوا للقصه، راه انا غنعجيك للقصه، ننتظروا دابا المشاهدين باغيين كلهم يعرفوا المشاكل ديالك مع خوتك ومع الزوجه ديالك، لان هذا هو الموضوع ديال
هذا اللقاء معك لانك انت عندك مشاكل كثيره. عندنا كنقول حيت كاين السر، هذاك السر علاش انا باغي اتابع قصه بشويه بشويه تدريجيا. ما عليناش، غادي واحد الليله نجي 82 كان شويه ديال الجفاف في الوقت قبيحه شويه، 81 دار الجفاف و 82 تيتبعتها. غادي يصيفط لي والدي شي فلوس مع واحد مول الكايطو من سب السيس ولا تفرج. غادي نشد غادي نقضي شي خضيره، بقات شي حاجه غادي نتلاقى مع واحد مول الحلقه داير واحد المشعوي غادي لي داك الصرف اللي بقى ديه. جيت عند الوالد ما لقيتش عنده ريال، غادي يشدني الوالي غادي يطبخني عشا، كرفصني بالعصا ليله هو يطحن فيا بالعصا، تربى العصا اداني مع الصباح سلف 100 درهم عند واحد السيد داني الصباح قال له ديرها ثاني منك 15 يوم شهاده طبيه. وراني نسيت واحد اللقطه، ما كنت في العطله الصيفيه كنسرح الغلم والغلم كتختفي ليا، كنعس في الخلا ملي فيق كنلقى الغلم اختفى، كنعود نبكي كناكل العصا خايف من العصا، كنعود نجي الوقت اللي ندور كنرجع كنلقى النعاس ساحين في بلاصتو كيختفيو. ما عليناش ضربني الوالد صافي داني للكولي ثاني قال لي خاص شهادة طبية، درت شهادة طبية دخلت نجحت هذاك العام 83 غد 83 84 غد تحولوا لسيدي اسماعيل. لينا سيدي اسماعيل ثاني سنا يالله 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 خدامين كنقراو حقت كاترياماني 85 كاترياماني 86 غادي نود المدير غادي يقابل الكوليج بالحجر أوائل ماي 1986 أو 85 كنكملو حنا المقررات صافي كنشوف حالنا. ناد المدير عمر باب الإدارة بالحجر وصيف السيد على الوالد، وقت صيف السيد على الوالد جا الوالد، جيت أنا غندخلو هذيك العشية عندنا الدخول مع الربعة عندنا ساعتين ديال الإجتماعيات. جينا تلقي الدراري مريحين كيما يلاه ندخلو، قالك أودير المدير مشي على الكولي مشي على المخازنية. رجعت الوقيته اللي رجعت غنلقى الوالد جاي على البهيمة، قال لي الوالد فين كنت؟ كي كنت نقرا جبت زيد على حالي قال لي شوف هذه شفتها لقيتها سديدة، لقيتها سديدة قال لي يلاه نطلعو عند المدير في القراية. مشينا الإدارة لقينا المدير ما كاينش ماشي عاد القايد، خلنا لقينا لي ريبيتيتور قال لي ها أستاذ فين كاين المدير؟ قال لي راه كاين عاد القايد بغيت سي عاد القايد. ولينا خرجنا ثاني مشينا عند القايد تمينا غادي عند القايد، قلت له هو حتى سيدي عصابة المدير ماشي القايد، قال لي زيد قدامي وسكت. مشينا دخل عند القايد لقى واحد السيد واقف بالكروسة ديالو، قال لي فلان هذا قال لي هو هذا، قال لي ربي المرض معاك البال دري تنخرج راه غمزو انا ما قديش نهرب، خفت الوالد لي ياكل العصا. غادي يدخل الوالد عند القايد قال لي سير جيب ولدك، جابني دخلني دخلنا شاور عند القايد قلت للمدير قال لي القايد علاش كتضرب هرسي الجاج بالحجر؟ قلت لي ما هرسش، قال لي هرسي الجاج بالحجر وشريتي الكوليج بالحجر؟ قلت له لا. والدي السرسار الشاوش خرجني قال لي تهلاو في هذا، عطاوني العصا على الباطل طبخوني عصا. غادا تجي غادا تخرج لبيته فيها يطرد، يعني عندي 85 كاتريام و 86 كاتريام، دارو ليا يطرد طرد بقيت خدام مع الفلاحة. ايوا صافي غاتزوج؟ لا مازال غادي صافي. الوالد مالي طردوني وهاد طلع لي الزعف كان باغيني نقرا ولكن الله غالب غلبتني الوقت. هذيك النهار كنت باغي نمشي، كنت باغي ملي كنا باقيين نقرا وكان جا عندنا واحد الميكرو شويه للفم ديالك وحاول تختصر لان باش انا قريب 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 ندخلوا في التفاصيل ديال المشكل. غادي ندخلوا في التفاصيل لان دابا الناس كينتظروا باش يسمعوا القصه ديالك والمشاكل ديالك مع الزوجه ديالك ومع خوتك. كنت باغي نمشي للجني، كنت بغيت نسيب لاكارت خليت البهيم بلا ماكله داك النهار صاب الشتا.
مشيت صيفطت واحد تصورت صيفطت شهادات السكنه تبعتها للكاتب ديال القايد قال لي سيري بديك السطريه توجي باش تصبح دابا الجديده صايب لاكار غادي نجي قال لي واش فيك كتب قلت لي كتصايب لاكار قال لي لاكار كتب غادي تجيب منو الخرصه يلا ندخل لي بعد 100 خاين طردني طردني نهائيا قال لي عمرك ما تدور بخاين تما بدات المعاناه تما غتبدا المعاناه غادي نخرج من الدار غادي نخرج من الدار هذيك الليله والشتا والرعد هذيك العشيه الشتا كحله في السماء من فوق البحر حتى النص في السماء طردني قال لي خرج من المحل ما باقيش الدور لا بيا لا بالمحل ديالي كيف حالك عطيني صافي كبرتك تا وليتي راجل كيف حالك يا صافي الله يخلفك الوالي كبرتيني تا وليتي راجل الله يخلفك خليفات الخير بالسلام خرجت غير باقي هاد الكاروز مع الطريق لقيت الليل والخلا بيت عليا الشتا في الخلا من المغرب حتى طلعت الشمس صباح ما صباحش فيه الخيط الناشف غادي نقلب على الخدمه صباح الحال مشيت دخلت هذاك الدوار ريحت كامل فاز خرج واحد الدري قال لي ما كان فلان هكا داير قلت له جيت في الطريق وصبت عليا الشتا تيسير جاب لي شي واحد الخبز جاب لي واحد الطريف ديال الخبز كليته خرج واحد السيد قال لي تخدم قلت لي بسم الله قال لي نودي داني دخلني للدار عطاني برويطه والمدري غادي نكش واحد الكوري من الغبار قلت له مازال ما فطرت مش عمرها تاي جاب الخبز جاب الزيت فطرت صرت خدام يالله 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 خدمت عنده شي ربع ايام وليت كنمشي للحمام الحوايج كيجملوا ليا كان شي حويجات كنمشي للحمام كنبدل هذوك كنلوح هذوك في بركاسه ونزيد في حالات حنا غادي نتلاقى مع واحد السيد سيد بنور قال لي فين غادي اللي باغي نمشي لاكادير قال لي لا نمشيو لبني ملال قلت له ديبني ملال راه ما فيه ما يدير يلاه لاكادير فيه فير مات قال لي لا نمشيو لبني ملال ولينا مشينا لبني ملال مشينا لبرشيد لقينا الخدمة الغايس نخدمو خايزو بطاطا غايس بزاف ولينا طلعنا ثاني من برشيد مشينا لبني ملال لقينا بني ملال لقاو الشتا خدمة ما كايناش ولكن شي ايامات مبقاش فلوس تقالات لينا وحنا نشدو الطريق على رجل من بني ملال لبرشيد من بني ملال لسيدي جابر حد البرادية خير بن صالح خوري بقاق تلات فيني سيدي الذهبي نوبة نركبو نوبة على الرجل حاول تدخل المشكل حاول هاني جاي المشكل قريب قريب مشيت رجعت تاني ولا جاء لي الوالي جينا على رجل بني ملال حتى سيدي اسماعيل ولا رجع لي الوالد خرجت تاني خدمت شي ايامات وانا هود لاكادير مشيت لاكادير خدمت في الفيرمات يلاه 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 غادي نلقى واحد بنت الناس غادي نخطبها كتخدم معايا في الفيرم خطبتها في اكادير هادشي في 87 مشيت نهار 17 في شهر 2 1987 صبحت في اكادير في نزكان خدمت عند واحد الفلاح يلاه بقات خدمت تولوا خدامين مع البنات وليت مسؤول عنده كابران ديال خدامه عجبتني واحد البنت غنخطبها خطبتها من دارهم جيت شاورت الوالده والوالد قال لي سير الوقت اللي بغاوك الناس قال لي الناس واش قال لي والد البنت واش عندك والدي قلت لي عندي قال لي خاص يجي باك ولا امك جيت شاورتهم قال لي سير وليد النهار اللي تفضي مع الناس مشيو معاك مشيت فضيت مع الناس ملي جيت بغيت ندي الوالده ولا الوالد قال لي لا ما نمشيوش ما نعرفوش هذوك الناس وليت تاني قايد تاني نمشي عندهم رجعت لاكادير نوبه نمشي نوبه حتى لقيت هاديك الدريه ما هيش لقيتها مدخله واحد السيد للدار قلت كما هي وياه لكارو هذاك الوقت هذاك الوقت انا الفلوس خسرتها خسرت عليها الفلوس خطبت فضيت مع بها بقى العرس والكاروط والعرس عاد كنفكر نقول انا اش ندير رد الفعل لا حشومة ما نديش بنوبة حد يهزيت راسي قلت لها بنت الناس باقا بنت قالت لي باقا بنت قلت لها الله يهنيك هذاك السيد علاش كان داخل علاش كنت كتمتي ويا الكار وفلانة بنت عمتك قالت لي لا غير ما قلت لها تاتي كنتي معاه غدا ولا بعد غدا نديرك في داري غدا ولا بعد غدا نلقى شراب تحت الطبلة بسلامة صافي مشيت في حالتي
لا 88 89 1990 كنخدم في الفيلم، ما كنخدم في الكوارة، كنخدم مع واحد السيد الكوري جابت البهايم، غادي نتعرف على هاد السيدة غنتزوج بيها، دوكا ليا. قلت انا هادي فين بلاصة فين منطقة تخدم هاد الساعة؟ انا خدام في كتخدم في عين القلاعة اكادير جماعة عين القلاعة، خدام تما عندهم قابل لي الفيرما فيها كوري، حتى تلاقيت مع ديك السيدة شافتهم كان قولوا لي الدكالي تا هي دكالية، انا عيطت ليها لقاتني في القهوة قالت لي الدكالي لاباس لاباس لاباس، قلت بغيت نمشي معاك، بغيت غير نرتاح وانا غير كاريه هنا غير بوحدي وما نخدم وما نخدمش، بغيت نمشي معاك نفوش. قلت يلا مشيت، مشات معايا للفيرما، مشات لي قلت لها واش تجوج؟ قالت لي نتجوج، باغي نتجوج انا راه يتيمة. قلت انا هذه اللي يتيمة هي راه غدا تسخر، فهمنا على الزواج ما عليناش، غادي نتلاقى مع واحد السيد داير الحلقة سميتو الناصيري بوهاي دورة، قلتو المرة الأولى مهدرش معايا مازال متلاقيش معاه، تلاقيت معاها المرة الثانية تلاقيت معاه وتزوجت بها يا سيدي. غادي نتزوج، مازال ما تزوجش بها ديك الساعة، باقيين غير في التعارف. دخل التفاصيل، دخل التفاصيل، هاني جاي التفاصيل. تلاقيت مع داك السيد داير الحلقة، قال لي اجي دخل عندي، دخلت عنده، قال لي السيده اللي معامر براك ما فات مارا راه كتقلب على كرشها وظهرها، هاودني منك اعطيني شي فتوح ثمن قارب ديال السكر غادي يعطيك شي بركه تمشي فحال. قلت انا هاد بوها لي اش كيقول، ما درتش في كلامه، غادي نمشي هذيك السيمانه غادي انا ملي كنبغي نعس هي كدوز عليا نهار يومين كتجي المحاله اش كتخدم، كنبغي نعس كنسول كوري من الداخل البيبان سولتهم من الداخل ذكرهم من الداخل كنعطي لها ما ياكل كنمشي نعس. واحد ليله غادي نفيق نلقى الكواره محلولين البهايم ما كاينينش، محلولين السلاسل البهايم ما كاينينش مع الفجر، فقط كتوضا نصلي نوكل البهايم هي يكون نرجع نحلب الصباح باش غير طلع الشمس تجيب الحليب للثلاجه. ملي جبتها فقط ما لقيتش البهايم، باقا الظلمه، هاد صاحبي قلت هادي غرقتي على الجدارميه مع الباترو، عدت نجري خرجت الباب ديال برا لقيت الباب ما محلول، ما داخل حديد ما خارج حديد، بقيت نجري تبان نطوي ولا تبان لي راه بقره لهي راه عجل لهي راه عجله لهي راه البقره الاخرى لهي، شبعاني الربيع. دخلتهم ربطتهم مشيت فطرت جيت حلبت ديت الحليب، قلت هاد البهايم شكون حلهم؟ كوارث شكون حلهم من الداخل؟ الله تعالى كيما كريت اختفيوا لي البهايم وانا صغير العاج ديالي اختفوا، عاد تحل كوري من الداخل ما عليناش ولينا تزوجنا. جاونا خرجنا ديك الفيل ما جينا كرينا، قلت له خاصك تجيبي الوراق ديالك، ما عندهاش لاكارت الوراق ديالك فاش تكاتب، جات واحد هذاك العام 1990 91 خدمنا كرينا، قلت لها غتمشي تجيبي الوراق ديالك، جات هي لدارهم قالت لها الكسر ديال خوها بغيت باش تسجلها، ما قلت باش تسجلها باش تصيب لاكارت ما كاينش، باش تصيب لاكارت باش تكاتب ما كاينش. تبعنا 91 92 93 غادي نجيبها للدار ونجي، جات عندي الوالدة تلاقيت مع عمي تما في الاكادير، جيت انا وياه هو جيت عند الوالده زرتها يا الوالي ولا مشات معايا الوالده غادا تجيبنا، جبنا ما فاتش 15 يوم خوينا، قالت لي امك ما مزياناش معايا اخواتك ما مزيانينش معايا خرجنا، مشينا رجعنا 94 زمنا يلاه يلاه 95 غنتعرفوا على واحد العائله، ذاك السيد عنده 4 البنيات عجبتني وحده فيهم، انا بغيت نتفاك مع هذيك ما مكاتبش معاها بغيت نتفاك مع هذيك نتزوج بواحد البنت هذاك السيد اللي بغينا نتزوجو بها، يا باركه بالشعوذه ديالها باركه تهلك فيا، انا ما جايبش الخبار كتلعب ورا ظهري ما جايبش الخبار،
ما عليناش، بقينا خدامين شويه. بات هذاك السيد اللي تعرفنا عليه عنده البنات، قالنا غنمشي نخدم في هذيك الشركه اللي خدام فيها انا. ايوا واخا مشينا هذيك فيرما، قال لك فيرما مقابلين تمايا شي ماطر، قال لي راه خاصهم اللي يكون قاري شويه ويقابل الماطر والدواء لانكري. قلت واخا خدي لينا بنته، لا في بناته كبيره اداها ولا تبركت عندنا شي جوج كنزات ولا ثلاثه شويه تخاصمت ولات كتبيت. قلت لها ردي البال للدريه عقبها في واقع الوالديه. المرأة تزيرت شافتني كانت تقرب للدريه، وقت انا راه باغي يختها، كنت باغي يختها ما باغيش هي. ما عليناش زيرت سيدي واحد الصباح صبحت مخاصمه انا وياها، خرجت زيرت معتين مشات، خرجت الدريه مشات خدمت، انا خدام مع الرجال، الدريه خدامه مع العيالات. ال 12 ها هي جات، خرجنا مشينا نتغداو، ها هي جات، جات دخلت، ملي دخلت مشات بدات طيب ليا في الخبز، الدريه كدير في الغدا، دارت الدريه الغدا، هي بدات طيب الخبز، قالت لها فاطمه كملتي الغدا؟ قالت لها كملته، قالت لها علي جاب لي الخبز، يعني جابتو جابتو، غديرو ليا في الطاجين، دارتو في الطاجين، دارتو في الطاجين، غادي ناكلو. غاتلقى بدينا ناكلو في الطاجين، غادي نلقى جاجة، قالت لي شكون جبد؟ شكون دار هادي؟ قالت لي فاطمة دارت الغدا، قلت لها راه مسيت أنا ديك الجاجة هكا وحطيتها في الطاجين، ملي حطيتها واحد السيمانة وشنيا رجع لي الباطرو، اللي مبقاش خدمتك عادي، عاون. المشكل انت وقع لك دابا حاليا، المشكل مع الزوجة ديالك، انت وقع الخلاف، انت وقع الصداع، انت خرجتي من المحل ديالك. المحل ديالي غادي ما غادي يوقع الصداع حتى غادي يزاد الدري، الدري زاد في 2004، رنا الدري، هنا لي كفالة، ردات الكفالة، سرنا المرأة فين وركت عليا، أنا شريت التراب وبنيت الدار، 2004 غادي يزاد الدري، تزاد الدري المرأة وركت. سنة 2004 2005 6 7 8 9 10 دخلت الدري المدرسة، المحكمة حكمت بعدم قبول الطلب في الكفالة، 11 12 مشى ليا الشوف، 13 14 15 غادي يوقع المشكل. شنو المشكل اللي وقع لك؟ المشكل مع المرأة، قالت لي راها كيفاش كيفاش راها واحد السيدة راها اللي وقع ليها اللي وقع لي كانت غادي من الجيران تلقاو ليها ثلاثة دايرين طواقي لعينيهم لوجاهها، راه كرفسوا المرأة الدرية هربت، ملي هربت هذيك الليلة غادي نخرج نمشي عند الحلاق باش نحسن الراس، تميت غادي نتلاقى مع واحد السيد عيط لي قال لي بريكا كيما واحد الكاروك ميت انا ويا كاروك، قال لي تما في راسك قلت لي قال لي واحد السيدة راه اللي واقع ليها اللي واقع ليها، قالت لي هاد السيدة فين ساكنة؟ قال لي ساكنة لهاد الجهة، قلت فين خدامة؟ خدامة لهاد الجهة، مشيت تفرقت قلت لي ماني ومال هاد الهضرة؟ شنو غادي هاد الهضرة؟ مشيت غادي ندوز على واحد الملحد قالت لي خليتها كتفوق ومشيت غادي تجيب، قالت لي جي معاك اللبن، دزت عند الملحد قلت لي خلي واحد يطرد اللبن تخرج عند الحلاق، خرجت مشيت عند الحلاق بغينا نحلقو ودا العشاء، مشينا دخلنا صلينا العشاء باش نختصر، صلينا العشاء شفعت هو ترت هو خرج، ملي نخرج غادي نتلاقى لقى جوج رجال باركين حدا الحائط باب ديال الجامع، دازت من قدام قال لي اسكت اسكت راجلها، تلفت ليهم رادو زادو دارو هما من جي من جي ثلاثة ديال الجامع، درت انا عليهم ما تليش لقيت الناس، بغيت نعرفهم شكون هما، غادي ندخل نحلق خرجت خلصت السيد خرجت زيد داك اللبن تمي جيت حقت الدار، كان فكر جاي في الطريق وكان فكرت تحس بالروح بغات تخرج، دخلت للدار لقيتها سقيت زيد تعشى ما قديش تعشى، درت واحد المعلقه ديال الكسكسو ما بغاش تهود لحتها نط برا لحتها،
فرقوا داك فرق الدري داك الشيء اللي قسمنا ديال الحيمات ما بغاش يهود، لحتو درنا شي جباب ديال سايكوك ما بغاش يهود، شربت اللبن طعام ما بغاش يهود لحتو، مشيت الفراش تكيت ناس جا الدري تكنا حدايا نعس ما بغيش نهضر معاه قدام الدري، خلي الدري تنعس فيقت كي جات بالكشميره من الخدمه نعس بالكشميره فيقتها قلت لها فيقي فيقي فلان بغيت نهضر معاه، قول لي شكون هي المراه اللي لقاوها ثلاثة الناس كرفسوها وكان معها راجل، واش هذا الراجل هو الجهل ما عندوش الغيرة على ولاده باش يضربهم ولا يضربوه، ما غوتوش ما استنجدوش بالناس ما استنجدوش ما غوتوش ناس فايقين، قالت لي لا راه قالوها ليه وداوها كرفسوها، قلت لها هادشي راه ديالك، نهار سالت مصحف بدات كتحلف، قالت لي لا شي ماشي ديالك، قلت لها ديالك سيمانه ما نعسناش لا الليل لا النهار ما تيت لا ناكل لا نشرب، الولاد قالت لي عطيني 15 15 ولا جوج غنساكي حوايجي ما نلبس ونزيد شحال، قلت لها لا تبقاي في الدار قالت لي تزيد شحال كون وخرجت انت بحالاتك؟ لا مازال ما خرجت غادي نمشي ندير مقال الطلاق، قال لي سير دير الطلاق الشقاق مقال الشقاق، قلت لها ما عنديش باش نخلص لك الواجبات ديالك في الشقاق غنديرو اتفاقي، ولات غلبت فيا قالت لي دير الشقاق، مشيت درت مقال الشقاق دفعتو للمحكمة جات سيدي دعوة المرجوعة عوض واش غندير الخليفة ولا القيد عطيتها للمقدم، قالت لي ها العرج جدرمية ما تلحقهمش دير مقال الشقاق وجدرمية ما تلحقهمش، جات أنا ديك المرجوعة وسيدي دعوة فعوض واش غنعطيها للخليفة ولا القيد عطيها للشيخ والمقدم عطيتها أنا للمقدم ديريكت، جيت للدار محلات لي الجلسة دخلت محلة ديال الجلسة خرجت محلة ديال الجلسة الدري ديتو للمدرسة غادي نرجع، قلت انا كيفاش هادي اللي قالت لي جرمية ما تحكش غنمشي جرمية فلوسهم شي حاجة ما بغيش يقولوا لي، مشيت عند جدارمية دخلت هذيك نهار الجمعة 23 في شهر واحد درت مقال نهار 22 في شهر واحد فين زكان، مشيت عند جدارمية لا بريكاد لقيت الشاه بارك دخلت السلام عليكم وعليكم السلام ربي راه بغيتكم تعتقوا دارك واحد الموقف، قال لي اش داكشي؟ قلت لي ها اللي كاين ها اللي كاين انا دير فوتوكوبي اللي تدعو للمرجوعه، قلت لي ها اللي كاين ها اللي كاين الشاف، قال لي احنا شادين درب ديال العيالات رقب رقب جاج كحال رقب، قلت لي ما عندي ما ندير بالعيالات بغيتكم تفكوني انا، قال لي الهدى ما كاينش ماشي الجامع، ملي بقيت كنهضر انا وياه شوية لا جودة جاي داخل قال قلت لي عطيني واحد كارون كمل راه عندي غير كازا جبد لي كارون من عندو شعلو ليا خرجت قاعد لي نتيزر كنكمل بان لي لا جودة جاي داخل بغيت تطفي قال لي لا جودة راه كمل كمل سلمت مع الجود قال لي هداك الشيء قلت لي بغيتكم ديرو تحقيق مع واحد السيدة وقبل لا يجي لا جودان خليت لك الهضرة قال لي ترى حنا كاع مجوجين حتى كاين شي واحد مجوج في ختو ترى كاع مجوجين بنات الناس خير قال لي انا هادي شادني لا جودان هنا بغات مرتي تمشي غادي نقول لي بلي تمشي ندي مرتي الدار بغات تشوف باها ولا مها مراد كي لا تمتوج بالعيال بلات العيالات انا ملي كنت جاي لحق لي واحد بيكالا في الطريق عاسين لي على الدار دخلت دخلت عند الشيف دخل سيد قال لي ماك جايني سي فيلا قال لي تلحق وقت الخدمه وندير توني قلت لي عاسين عليا واخ خرج هذاك السيد غيدخل واحد السيد مدني جايب واحد الغداء جوج خبزات وباطا فيها الغداء في الميكا قال لي شاف شتي الغداء قال لي شتو الوقت لي ناد الشاف هز ديك الباطا حط جوج خبزات حل ديك الباطا قلبها حل داك الجار الكحل اللي قال لي رقب منو قال لي هاكي غداك ما غادا تخرج تخرج غاليه ديال مرتي حوايج اللي لبست الصباح في الدار هي اللي خرجت يدها من الشارجم شدات الغدا سد شاف الشارجم جا رايح حدايا في الكرسي وانا نقول للشاف سي ابراهيم كلا مانع عندكم هنا قال لي اش مانع من الدكالي ترى قريب طير لك الفريق كلا مانع كاينه هنا
خويا قلت لي عطيني كارون كما شعل لي عطاني كارو شعل لي البريكة خرجت قاضي ندير على الجودان جاي بغا يطفي قال لي على الجودان كمل جا على الجودان بديت كنعاود لي قلت ها اللي كاين ها اللي كاين غادير تحقيق معاك قال لي ما نقدوش خاصنا شي كاين من وكيل الملك ولا يجينا ميساج يعني علاش كانت داخله تما شنو المشكل هي اللي مقبوضه علاش هي اللي ملقوطه مع دوك الثلاثه اللي قالت هي راه المراه قابضينهم جدر ميول المخازني في الليل مع الفجر انا ما خليتش الوقت اللي ما دخلت فيه للدار 24 سنه في الليل ولا في النهار عمرني ما لقيت ما شحال ليا السما بليكا عمرني ما لقيت شي حاجه وانا نقول ليه قدام الرجل حتى ولا الشاف كيهضر معايا بالهضره اللي كنهضر معاه في الليل وانا نقول ليه الشاف زيدني زيدني راه بديت نفيق تلفت للرجل لقيته باه كيضحك قلت له وانا الرجل كيضحك لا ما ركاينه هنا قال لي سير ما عندنا امانه هنا حاط عندنا شي امانه سير فحال قلت له دابا كيفاش قال لي سير عند خليفه مش غيوقع من ورا داك الشيء من ورا داك الشيء هي مصايفطين شديت التليفون ديالي من ديال خوها من عندي من التليفون ديالي عيطت خوها واختها قال قلت له دابا كيفاش مونا الودان قال لي غتمشي عند القايد الخليفه ولي قادكم صالحكم ولي قادكم ولا شوف اش غادي من عند من البريكاد مشيت للقياده دخلت عند الخليفه قلت له استاذ راه اللي كاين ها اللي كاين ها اللي كاين قال لي عيط شي واحد من عائلتك وعيط شي واحد من عائلتك وقال له الامور مشات للسجن وشنو وقع ولا تنازلتي ليها ولا شنو وقع؟ لا غادي نتنازل على المقال غادي تجاني جاك الهضره خرجت دخلت عند الخليفه قلت لي دير لي تسجيل على هذا السيده نديرو حل ودي قال لي سيدي طلب استعجالي وهادي الوكيل وكذا قلت لي خاصني الاثبات بغيت حل ودي من عندكم استاذ لعيدك استاذ ولا دار سديدة عيط على الشيخ دار سديدة سديدة ما لحقتش غادي ندوز تما خرج من القيادة خلي سيدة في يد المقدم غادي نمشي عند واحد السيد كيبيع الديطاج علم كان عارفه كيعرفني درت واحد كاسكرو ديال كليتو تعتقت به في هذا المدة داك السيد معلم كان معلم بالناج ولا داك الكراسه ديال تيتي كيبيع الكارو يعني عندي قلت لي دار حسين واحد الكارو عطاني كارو رايح داك اللي بغا يسولك قال لي على ما علمني الله قلت لك بغيتك تقول لي شكون هي المري اللي لقيتي عاد مرتك في 97 ملي كنتي كاري الدار ديال فلان المدير واش فلانه مرت حفيد خديجه المويسيه بلا ما تذكر السميات بلا ما تذكر السميات اسمح لي خاصني نتفادى الاسماء فعلا قال لي لا ماشي فلانه قلت له شكون قال لي مرتك قلت له جيت على مرتك هي ولادها جات سيدي بيبي تمايا 15 يوم قال لي قلت له علاش ما قلتيهاش لي ماشي حشومه مالك دير الحسين على فلان قلت لي من اللي كان يجوا عندي بناتك جيت عليهم وقلتها لك تقول مالك يعطيوني اتساع ما يوقع مش واقع في ذاك الدريبه يقول راه نمشيو عند الدكالي مع لاين اشنو وقع طالقتو مشيتو المحكمه اشنو وقع في الاخير كيفاش خرجت من دارك انت مازال هاني جاك الهضره راه باقا قصه طويله شويه هاني جاك قربنا فيها انا ليك راني خليت في القصه واش نعاود نرجع شويه للور لا احنا دابا بغينا القصه ديال المعاناه ديالك مع الزوجه ديالك كيفاش غادي في دارك كيفاش خرجتي لان دابا هذا هو اللي اهم في هذه القصه كامله لا هو لا مشاكلك مع زوجتك وخروجك من دارك الاهم الاهم انا ما همتنيش داري ولا ما همنيش هذا الهموم اللي يهمني هو السر الرباني اللي جاني تلبيني ديا راني خليت فيه في 2012 حيت السيد الفقيه اللي كنت قلت لك لقاني في ولاد فرج 81 لقاني في ولاد عمره في 86 كنت كنبيع الديطاج وغادي يجيني في 2012 لباب الدار نفس الشخص جاني قال لي ودي جاني في سيف فقيه كانت هي باش كتصبر خرجت انا عاد غادي نرجعو شويه ل 2012 ولا 2013 هي جا
خرجت كنطبن خرجت هي دق الباب خرجت قلت لهم شوف واحد السيد اش بغى هنا خرجت قلت السلام عليكم وعليكم السلام اش حبت الخاطر اش فيه قال لي صدق قلت لي الله يسهل كيما طلبني على الصدقه في ولاد فرج في ولاد عمران في الباب ديال الدار في اكادير حاصل بكر سيدي بيه قال لي يعطيني الماء نشرب والحال سخون خويت لي غرف ديال الماء خلت لي غرف ديال الماء ما شربوش دار الماء في فمو شل فمو خوه لي في باب الدار وخو الماء على يدي ما عليناش مشى هذاك انا دائما موافد على قراءة القرآن دائما القرآن من الفاتحة الكتاب الى من الجنة والناس سلكة تقريبا في الشهر اللي كان دير دائما موافد عليها رتاش من سنة خرجتي من المنزل انا المنزل هاني ايش هاد الحالة دابا 2016 غادي نخرج 2016 يعني 6 سنوات تخرج من دار غادي راه باقي سير 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 اللي عاد به المهم واحد النهار 2013 بارك كنقراو صليت الظهر الدري كيلعب هو بلاد الجيران في الباب بواحد الكويرة خارجين لاعبين الكورة انا بارك الكورة قول لنا السير دغيا لا سير سير هو وجه غادي تدخل عندي مرة غريبة مرة غريبة غادي تدق الباب غادي تحل الباب مسدود بساقطة دق الباب قال الباب باق تحل انا كنت نقرا القرا حطيت المصحف نت بغيت نحل الباب جريت الباب الاولاني غنخرج الباب لقيت المرا قريبه للباب الثاني جريت الباب وتاخرت الضرب دخلت المرا مرا غريبه عندي الدار وسط الدار السلام عليكم وعليكم السلام شبت خاطر لا هاد المرا في ملامح امي هي ملامح الوالده مرا غريبه قالت لي هاد الحويجات اسيدي هاد الحوجه ديالهاش قالت لي ديال الخدمه اري الله يعطيك في السر الله شديت عندها هذوك جوج ميكات دخلتهم للبيت حطيتهم المرا خرجت اتبعتها ما تليت عطر عرفت واش طلعت السماء ولا هودت الارض سولت الدري قلت لهم شكون اللي دق الباب هنا قال لي ما شفنا حتى واحد ما عليناش هاد السير بعدا راه جا راه هو اللي كاين هذا خاصني ضروري مهم خاصني نقولو انا مهم فينا وصلناها ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين واو استاذ نعم واو استاذ دابا قلت لك يعني المعاناه ديالك من طالقت هذه السنوات الاخيره اللي منها غتغادر اللي منها غتقلب حياتك راسا على عقيد اللي غتولي ساكن في بركه غتبقاش مع خوتك ومع زوجك هاني جاي هاري لك توفى الوالد في 2013 نهار 18 شهر 12 غادي يدفنوا هنا كنت مريض في اكادير يعني قبل لا يتوفى بقى 17 يوم حلمت به انا وياه في سيد النبي عند الكعبة مشرفة سيد النبي بيني وبين الوالد اللي هو محمد لابسين جلاليب من النور النبي بيناتنا صلى الله عليه وسلم ايوا محمد شكون هاد السيد اللي جمع قال لي هو ولدك قال لي يرضي عليه قال لي الله يرضي عليه قال لي كون ما ولدك ما تزورنيش يا محمد فقت نترعد في الليل فيقتها في 2013 ايوا في انا فيق في الخدمه قالت لي هي قلت لي ما غاداش نمشي اليوم قالت تمشي تزوري الوالد راه قريب يودع جات زارته مشات هي هذيك المعاناة انت غتبدا قلت لك ملي غتخرج من عند جدارمية جيت قلت لي علاش ما قلت لك يا فلان علاش انا جيت على بناتك قلت لك لبناتك ما بقاوش يلحقوا لي دارك ما يبقاوش بناتك شي حاجة وقولوا راه عند الدكالي ملي خرجت عند جدارمية مشيت من عند القايد مشيت صليت ثاني العصر في الجامع غادي نخرج غادي نلقى الدري ولدي وخوها كيدورو في الدوار تما كيقلبوا لي حتى انا كنت خارج هذيك الساعة من المحل النهار اللي جات من عند جدامي انت قلت لها كنضل عن جدامي وكتجي تقول لي راه انا نضل في الخدمه يجي ويديها طيبين في تريسينتي كتقول لي راه نديرو جافيل الروح ديال جافيل كنغسلو بها تما في الفيرما قلت لها تدات ضل عن جدامي هز الجعبه ديال الحديد بغات تحطها لي وسط الراس انا معها هز الجعبه شبرتها بقينا مجارين حتى لبرا
هزات حاجه وغتحط عليها فوق راسي وديت الحجره ديروا لي شاد يد فيها الحجره ويد فيها الحديده. جاو الجيران هما اللي فرقونا. واخا خرجت مشيت تبعتها حتى واحد مرت صاحبي تبعتها ولات هي رجعت للدار. بقيت انا والدري عند مرت صاحبي تما عند صاحبي وعند دار صاحبي. ابرك تجو خوتها ملي جيت لقيت خوتها خوها ماشي سيدي بنور عمرهم ما مشاو عندي تما الى قادير هما راه عايز مزينين عليها جدرمية قالوا تعيطي لخوتك. قلت فلان هذا لاباس لاباس قال لي تمالك تمينا جد جايين جيتكم دايرين الغدا بركنا تغدينا كاين صاحبي كاين مرتو كاين خوها كاين اختها. قال لي واش عندك شي اثبات هذا خوها؟ قلت له ديال الاثبات ما عنديش ولكن عندي فيها الشك. خذك الاثبات يا مولاي ودابا كيفاش؟ هذا سيرو تصالحوا ولينا تصالحنا. مشيت درت تنازل على الدعوة على المقال ديال الطلاق غادر تنازل تقلبت فيا ثاني بركنا عام 2015 2016 قالت لي شوف حياتي وانا حرة فيها واللي عجبني نديرو فيها معك تقليل شوف تاكل وتشرب وتصبن وتغسل ماشي شغلك فيا حياتي واللي عجبني نديرو فيها ثاني تا شي حاجة في راسي. قلت لها مسكت حاجة في راسك ها راسك دبري راسك. المهم دابا تفرقتوا؟ دابا مازال مفارقين. الأهل باقي ما تفرقتوش؟ مازال غادي نجي. عشت بوحدك وهي بوحدها؟ هي بوحدها وأنا بوحدي. غادي نخرج غادي نجي. عليك يا ربي راه خليت ملي مات الوليد الخوت نادو يديروا السمحة في الورد. ليلة اللي دفنوا الوليد تفرتكوا العزايا تاع خويا الكبير قال لهم احنا مسامحين في الحطه في الدار الوالده والاختي الصغيره وانا ما كاينش. غدي تعيط لي واحد السيد خويا صغير فقيه قال لي فلان رحنا دايرين السمحه سمحنا في الدار والبهايم بما فيها الوالده والاختي والخدوه. قلت لي واملي درتو سمح انا سمحت في حقي الوالده انا خوتي تسناوني تنقول لا ما مسامحش باش يقولوا الوالده شوفي راه حد ما بغاش يسامح لك خاصهم باني يدخلوا شياطين بيني وبين الوالده. انا قلت لهم انا لو سمحتوا انتوما غير في الدار انا سمحت في حقي لامي تا هو زيدوه الوالده. واللي جيت 2013 هذا كان الملك باقي عامر في بلاص كان مكري 2014 عاد جينا غنقسمو قسمة حراتية ديال الحرث كان تيتر فيه الرهن. جينا قسمنا قسمة حراتية سرنا يالله 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 دابا راني خارج من الدار دابا الدار ملي هي مع المرا 2016 قالت لي سير قالت لي فين ما عجبك سير قالت لي انا حق جدرمية عدي حق قايد عدي. دابا انت ساكن في بلاك خارج من الدار؟ خارج من الدار من 2017 يعني 5 سنين وانت خارج؟ 5 سنين قول 5 سنين دابا يعني كتاكل بوحدك؟ نعيش بوحدي مرة كيجي عند الدري مرة كيرجع عند مو. وكيفاش كدير مع المعيشة والماكلة ديالك وداكشي؟ مو المعيشة كناكل عند واحد اختي مسكينة تيغا كفيفة أرمالة وعندها اليتامى قريبة لك؟ تاهي قريبة ليا ومرة إلا جا الدري كياخد ليا شوية الدقيق إلا عندي شوية الفلوس كان كري داك المليك عندي أش غادي يدير ليا الكرة؟ هاني دابا ما عندي ما ناكل. دابا أنت ما عندك لا ما تاكل لا ما تصرف على والو ما عندي ما تصرف. والولد ديالك تا هو مشالك؟ الولد دابا أنا وين يكون عند مو نوبة كيجي لعندي. لا على الورد ديالك قلت لك مشالك؟ لا الورد ما مشاش إنما الدار اللي ما ساكنش فيها. خرجتي من دارك؟ هاني لا في داري لهي مع المرا خرجت. دابا خلاصة القول عندك خلاف مع مراتك ومع خوتك. مع المرا راه دعاتني على النفقة تحاكمت لصالحي انا انا ما كتسانيش النفقة لان انا كفيف. درت دعوة شكاية لوكيل الملك وكيل الملك راه حفظ ديال الشكاية. وخوتك شنو المشكل اللي عندك معاهم؟
خوتي راه كل واحد بارك في دارو وانا بارك في برك، هاد الناس وجاب الطريق. يعني ما عندكش معاهم مشكل؟ المشكل هو دابا ما كيهضروا معايا ما كنهضر معاهم. واحد انا ساكن في الباب السلام عليكم ما يقولهاش ليا. انت كنتي قلتي بان كان شي مشكل على الورث. المشكل على الورث هو هذاك، ما المقسوم هو هذاك ما مقاد. دابا الوالد عنده اربعه. ما قاسم مقاد، ما خايدين حقكم على الحقيقه، يعني هذا هو الخلاف اللي كاين. هذا هو الخلاف اللي كاين، الوالد عنده اربعه البقاع، علاش انا خدي حقي في بقعه واحده؟ وثلاثه البقاع ما خديتش فيهم حقك. وثلاثه البقاع ما واخدش فيهم حقي. هذا هو المشكل اللي كاين. والدار خارج منها. كتكون في عشا في براكة. ساكن في براكة هذه الميكا. في الشتا في السمار في في الشتا في السمار في الشوم في اي وقت. ما كاين لا ضو لا ما لا ما كاين لا ما لا ضو لا واش باش كتشرب كتعوم؟ ما كنعومش دابا الحال بارد في غد نعوم، ما كاينش في النوم حتى الصيف عاد نعوم. تعوم تما نيت؟ اه نعوم تما في واحد البريدي كدير حدا البراكة ديالي. ما كتمشيش الحمام؟ ما كان... لا ما نمشيش الحمام، كنشوف ما كنمشي لا للسوق لا للوالد. يعني مريحة تما لا بغاش حد يجيب لك شي حاجة كيجيبها لك في عيل. ما كاينش اللي يجيب ليا باش نقي سناني. الله كريم، هاني دابا المراه شاده ملي مشيت دابا غير في نهار الانتخابات مشيت للمحكمه لقيت شي كانت حافظت قالوا لي رجع الجدرمي رجع الجدرمي لما رجعت على الجدرمي قال لي راه شي كان احنا دفعناه للمحكمه. قلت له داري المعاناه مازال مستمره ديالك؟ مازال مستمره على جميع المستويات، لا مع الزوجه ولا مع الاخوان؟ لا مع الزوج، مع الزوجه ولا مع الاخوان. علاش هاد المحكمة ما بغاش تعطيني حقي، ما بغاش تعطيني داري؟ انت باغي تاخذ الدار اللي فيها الزوجة ديالك وباغي تعطيها اللي فيها الزوجة ديالي وطلقها المحكمة، لأن يعني مادام فاجرة وفاسقة طلقها لي المحكمة، ما عنديش باش تطلق. حتى هادشي خاص يكون عندك الحجاج عليه اللي كتقول، يعني الحجاج كاين الإثبات، راه مرضت رديتها للطبيب، الحجاج كاينين، إثباتات كاين كلشي في المحكمة. كلشي بالميل مع الشكاية. إذا إلا كانوا الحجاج القضاء ينصفك ويعطيك حقك، لا بدا تاخذ حقك. ما كاينش، ما كاينش. ما يمكنش ما يكونش عندك الحجاج وما تاخذش الحق ديالك. دافع الإثباتات، الورقة ديال الطبيب. دافع الحكم اللي دافع الحكم قاضي الأسرة، ما كتسالنيش في النفقة. واليوم أنا ضايع حقي في الدار، وهاني ضايع حقي في الورد. ما خايتش حقك في الورث كما ينبغي؟ لا هاني واخد حقي، حقي هاني واخده. خايت قلت لي من بقعه واحده وثلاثه بقعي ما خايتش. ثلاثه بقعي ما خايتش منهم. قال لك لا احنا اتفقنا. مشيتي للقضاء؟ لا ما مشيتش للقضاء على الورث. ما مشيتيش للقضاء على الورث؟ لا ما عنديش باش نطلع باش نزل ما عنديش. يعني امكانياتك ما عندكش الفلوس باش تمشي للقضاء؟ ما عنديش. انت ايوا مريح في البراكه ديالك؟ في البراكه ديالي في انتظار تشوف شنو الحل اللي غيوقع ان شاء الله. وان شاء الله هاد هاد السر اللي قلت لك اللي قلت لكم راه هو اللي عندي. اذا كما شفتوا هذا هو السيد اللي في زاويه سيس اللي تكلمنا عليه واللي تكلم على راسه هو كثير وكيقول بانه عنده خلافات مع الزوجه ديالو هو خارج كيسكن في بركه وعنده خلافات مع خوتو كما جاء على لسانه كيقول بانهم عندهم اربعه البقع عريا ويلا خايد حقه في بقعه واحده وثلاثه البقع مازال المشكل عالق فالمعاناه ديالو مازال مستمره. حنا غننهيو هذا اللايف في انتظار تحل المشاكل ديالو، يعني حنا غننهيو اللايف ولكن المشاكل مازال عالقه الى حين البت فيها من طرف القضاء، وفي انتظار ذلك استودعكم الله والى اللقاء.